Aujourd'hui, on va réciter Sourate Quraysh avec Anas. Bonjour. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت و الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. Aujourd'hui, on va apprendre Sourate Al-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idha jaa nasrullahi. Idha jaa nasrullahi. Wal-fath. Wal-fath. Idha jaa nasrullahi wal-fath. Idha jaa nasrullahi. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va essayer d'apprendre la sourate par cœur pour le samedi prochain. Bonne chance à vous aussi. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez plu cette vidéo. Ciao, ciao. N'oubliez pas de liker, abonner. Ciao, ciao. Et merci pour tout. Au revoir.